لو الحكاية فيها إن فيجو طبعا لا عمري ما هطلب من مراتي انها تعمل عمليه تجميل عشان تبقى شبه حد من الممثلين. يعني انا مقتنع بشكلها كما هي، يعني انا مقتنع بالشكل اللي هي فيه. وبالنسبه للممثلين ادينا بنشوفهم بقى في الافلام وبنشوفهم في المسرحيات وبنشوفهم عادي وبنتعامل معاهم كمان، يعني فانا مقتنع بالشكل الموجود الحالي، يعني مش في حاجه ان احنا، وكمان ده خلق ربنا، يعني الواحد ما يحبش ان هو يعدل فيه. الموضوع يعني هو لو مش قابلني كده يبقى بلاش احسن. لما يعني احنا لسه مش متجوز قريب، انا متجوز من 22 سنه. ما اعتقدش احنا في الوقت دوت اقول لزوجتي غيري شكلك او مش عاجبني ده او صلحي ده، لان الانسان المفروض ان هو واخد زوجته عن اقتناعي. لو رجع بيك الزمن هتقول لها ولو رجع بيها الزمان ما كان هتفضل زي ما هي، مش هقدر اقول لها اتغيري. يا اما ما كانش هي عجباني في الاول كنت قلت لها انا انت مش عجباني، او ما بمعنى اصح انا كنت شفت واحد ثاني عاوزني ابقى كده. لا ان شاء الله يولع وعنه ما جه. لو عاوز ابقى زي فنانه وممثله لا يروح يتجوزها هي احسن. حضرتك بالنسبة لموضوع عمليات التجميل شرعا حرام، وثانيا هو مرفوض بالنسبة لنا كصعايدة، يعني بالنسبة للعادات والتقاليد. حضرتك لو فكرت تعمل تجميل اضخها عيار على طول.